أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار الشطرنج الحديث مع سادس أفضل دور في 2008 بين النرويجي ماغنوس كارلسون والأذربيجاني تيمور راجيبوف في نهائي الجائزة الكبرى ببلباو أسبانيا في مباراة تبادل فيها الطرفان الهجوم الكاسح ولكن كارلسون كان يجيد فن الدفاع ففاز في النهاية في دور ولا أروع. هيا نرى. كارلسون بالأبيض وبدأ E4 ورد راجيبوف C5 الدفاع الثقلي نايت F3 D6 D4 CD4 نايت D4 نايت F6 نايت C3 G6 ده بيسمى تفريع التنين بيشوب E3 بيشوب G7 F3 وبكده دخلنا في تفريع الهجوم اليوغوسلافي كاسل كوين D2 فكرة الأبيض هي لعب البيشوب H6 والتخلص من فيل التنين المزعج والاسود احبط خطته بنايت C6 لو الابيض تهور ببيشوب H6 الاسود هياخد سعيدا طالب الوزير والوزير لو اخد هيفوز الاسود بالحصان ولذلك كمل بيشوب C4 بيشوب D7 وهنا كارلسون بيت في جناح الوزير بعد تبييت الملكين في الاجنحة المتعاكسة هيكون مهمة الأبيض هي الهجوم في جناح الملك بتقديم البيادق ومحاولة فتح العمود H مع تكسير في الفيونكا بينما الأسود على العكس هيهاجم في جناح الوزير بنقلات زي الروك B8 والB5 وكوين A5 ويهاجم موقع الملك المبيت ومن هنا بدأنا سباق سرعة بين الطرفين ولكن المهم كيف يدافع امام الطرف الاخر والاسود اخذ المبادرة بروك B8 بيحضر للعب B5 وتهديد الفيل ولذلك الفيل تراجع وهنا عادة الاسود بيكمل B5 ويطرد الحصان لكن راجيبوف متعجلا لعب نايت A5 طالب يكسر الفيل ويستغل فتح العمود C لكن النقلة دي متعجلة وكارلسون جاوب بهدوء كينج B1 وبعد B5 طالب B4 كارلسون بدأ في هجومه H4 طالب H5 والبيشوب H6 والاسود وجد الفرصة السامحة لتكسير هذا الهجوم بنايت C4 طالب الوزير وتكسير الفيل ولذلك كارلسون مجبر على اخذ الحصان والاسود اخذ وتم فتح العمود B ولكن للأسف بدأ الأسود بيغلق الوتر الأبيض للفيل للوصول للمربع A2 وده هيكلفه الكثير وكارلسون مرة أخرى بيدافع بهدوء بكينج A1 وبيخلي المربع B1 لوصول الرخ والدفاع عن B2 ودلوقتي بيهدد بالH5 ولذلك H5 بيمنع التقديم روك B1 كوين A5 الاسود نقل قطعة لجناح الوزير للهجوم لكن لو تخيلنا ان بيدق C4 لم يكن موجودا لكان الفيل يستطيع الهجوم على طوال وتر المربعات البيضاء ولذلك قلنا ان النايت A5 كانت نقلة متعجلة على اي حال كارلسون بدأ في هجومه ببيشوب H6 طالب يكسر فيل الفيونكا وبالفعل بعد بيشوب H6 كوين H6 تم التخلص بنجاح من فيل الفيونكا وهنا الكثيرين رشحوا لراجيبوف الهجوم فورا بالتضحية روك B2 وبعد روك B2 هياخد الحصان بيربط الرخ وطالب الحصان الاخر وبيهدد بالنقلة المدمرة روك B8 والاسود بيفوز ولكن كارلسون كان متنبه وعنده الرد نايت E2 طالب الوزير والوزير لازم يتراجع وهنا هيلعب ببساطة C3
طالب بيلعب النايت دي 5 والابيض فاز ببساطة بفرق، ولذلك الاسود ما اخدش فورا على البي 2 انما بدأ يعدلها بروك بي 6. طالب يزوج الرخين ويصوب على المربع بي 2، والكمبيوتر اقترح ان كارلسون يلعب كوين جي 5 ويتم تكسير الوزيرين وينهي هجوم الاسود، لكن كارلسون تجاهل التهديد وكمل جي 4 وبيبدأ يفتح العمود جي، ولذلك الاسود اخد. وهنا كارلسون لو تهور بالهجوم بالاتش 5 طالب يفتح العمود اتش ويفوز، الاسود هيلعب ببساطة جي 5 وحيتم عزل الوزير عن الدفاع، والاسود يلعب روك بي 8 بهجوم قوي للغاية، ولذلك كارلسون تراجع اولا بالوزير بيحمي الحصان ودلوقتي بيهدد باتش 5 بهجوم قوي، والاسود كمل في هجومه بروك بي 8 بيزوج الرخين وبيضغط اكتر على بيدا البي 2، والموقف اصبح في منتهى الاثارة لان كارلسون تجاهل التهديد وكمل اتش 5. طالب ياخد ويفتح العمود اتش ومع الكوين اتش 6 الملك هيتلقى المات، لكن راجيبوف لعب في هدوء جي 5 وبيستمر في اغلاق العمود جي، وكارلسون كمل اف جي 4 ودلوقتي بيهدد بالنقلة القوية نايت دي 5 وبيمنع حماية الوزير للبيضة، وايا كان دفاع الاسود الابيض هياخد على جي 5 والملك الاسود في مأزق شديد، ولذلك الاسود احبط هجومه بنايت جي 4 طالب الوزير، ومازال البيضة محمي بالوزير، وكارلسون مضطرا تراجع، ودلوقتي التهديد بنايت دي 5 لا يصلح لان الوزير غير محمي، ولكن هناك تهديد اخر بنايت اف 5 وبيغلق الصف وياخد بيدا الجي 5 بتشيك، ولذلك الاسود دافع باف 6 ودلوقتي يبدو ان ملك الاسود اصبح في امان اكتر من ملك الابيض، لكن النقلة دي اضعفت المربعات البيضاء، وكارلسون كمل نايت اف 3 بيحمي الوزير وبيهدد مرة اخرى بنايت دي 5 ويتم تكسير الوزيرين ويخرج فائزا ببيدا، ومازال الحصان بيهدد الرخ وبيدا الاي 7 والابيض حيفوز، ولذلك الاسود احبط خطته بروك اي 6. دلوقتي النايت دي 5 اصبحت ممنوعة لان الحصان هيتخلى عن حماية المربع اي 2 والوزير هياخده بتشيك ميت، ولذلك كارلسون بدل الخطة ولعب روك جي 1 بيضع الرخ على نفس العمود مع الملك وبيضغط على الحصان، ودلوقتي طالب النقلة الرائعة اي 5 بيغلق الصف، والاسود لو اخد ببيدا الاف هيفقد بيدا الجي بتشيك والملك هيتلقى المات، ولو اخد ببيدا الجي الابيض سعيدا هياخد الفيل ويفوز، وجرايتشيك الخبيث لعب نقلة اكثر خبثا بروك بي 4. تبدو كأنها لا جدوى منها، ولكن حاليا لو الابيض لعب اي 5 هيخسر فورا بكوين اي 2 تشيك نايت اي 2 روك اي 2 تشيك كينج اي 2، وهنا هتجيء روك اي 4 تشيك ميت والبيدا بيحاصر الملك. الحقيقة الاثنين بيهاجموا وبيدافعوا بمنتهى المهارة، ومن يستطيع الاستمرار في تألقه هيفوز. على اي حال كارلسون عليه ان يأخذ قرار صعب ولعب اي 3 ودي النقلة الدفاعية الوحيدة، ودلوقتي بيهدد بكوين دي 5 تشيك ويتم تكسير الوزيرين، والحصان هياخد طالب الرخ وطالب بيدا الاي 7 بتشيك، والابيض هيخرج فائزا ببيدائين وفي طريقه للفوز، ولذلك الاسود دافع ببيشوب اي 6 وبيمنع المربع دي 5، لكن كارلسون لديه الكثير من الحيل
وكمل بالنقلة المفاجأة E5، والنقلة دي نقلة رائعة لأنها بتغلق الصف وبتمنع تواصل الوزير مع بيدة G5، ولذلك إذا الأسود أخذ ببيدة F هيكون نهايته بعد كوين G5 تشيك، والملك الأسود هيتلقى المات، ولذلك مجبر على الأخذ ببيدة D. لكن على أي حال الوزير حامل مربع D8 ومنع وزير الأبيض من الوصول إليه بتشيك، لكن كارلسون كان دائما عنده البديل بنقلة ولا أروع. يا ترى إيه هي؟ صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. كارلسون لعب نايت G5، بيضحي بالحصان في سبيل كشف الملك الأسود، وبالطبع الأسود لو أخذ الكمبيوتر أعطى الأبيض فوز كاسح بعد كوين G5 تشيك، وبعد كينج F8 هيلعب H6 طالب الترقية ولا يمكن منعه، والأبيض هيفوز ببساطة. ولذلك رجيبوف دافع بالنقلة بيشوب F5، وكارلسون بعد نجاح خطته زود في آلام الأسود بنايت E4. الحصان أصبح مربوط على الملك، والأبيض بيهدد بنايت F2 ويفوز بالحصان. ولو الأسود أخذ الحصان هيخسر فورا بروك G4 تشيك، كينج H7، روك E4، وحيخرج الأبيض فائزا بقطعة وفي طريقه للفوز. ولذلك الملك ذهب للH7 وبيخلص الحصان من الرب، وكارلسون كمل في نقلاته القوية بكوين E2 طالب ياخد الحصان، ولذلك الحصان تراجع، وكارلسون لعب أحد أخبث نقلاته في الدور روك G3. تبدو كأنها حيزوج الرخين، وراجيبوف يتمنى من قلبه القيام بذلك، وحنعرف ليه. ولعب وهو يكتم ضحكته بيشوب E6 منتظر ان كارلسون يكمل في فكرته بروك G1 طالب يلعب الروك G7 تشيك، وهنا راجيبوف هينقض عليه بالنقلة الرائعة روك B2 طالب ياخد على المربع H3 بتشيك ميت ولابد من الاخذ، وهنا هيتلقى المات بكوين E3 تشيك، كينج B1، كوين A1 تشيك ميت. ولكن كارلسون بالطبع كان اكتر منه خبسا، وبدلا من لعب الروك G1 لعب النقلة اللي انهت الدور اكلينيكيا كوين G2 طالب الروك G7 تشيك، ويعقبها بالوزير للG6 والمات في الطريق. وبعد هذه النقلة الابيض بيفوز في كل التفريعات، الا ان راجيبوف ما زال بيدافع بنايت F5 طالب الرخ وبيمنع الروك G7، ولكن كارلسون كان محضر له مفاجأة شديدة للغاية اجبرته على التسليم فورا. اذا وجدتها لك مني اهداء وتقدير خاص. صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. كارلسون كمل بالنقلة المستحيلة روك G7 تشيك، وهنا راجيبوف سلم لان لا جدوى من الدفاع. فمثلا لو اخذ الرخ هيكمل كوين G6 تشيك، والملك لو عاد لG8 هيلعب H6 وياخد الحصان بتشيك ميت، ولا يوجد دفاع للاسود، ولذلك لابد ان يعود للH8. وهنا كارلسون هيلعب كوين G6 تشيك، كينج G8، روك G1 طالب المات، ولا يوجد للاسود اي دفاع، ولذلك في هذا الموقف راجيبوف سلم. الحقيقة دور بيبين لنا قوة الهجوم، ولكن لابد ان تكون ايضا مدافع ماهر، وكارلسون اثبت انه متفوق في الاثنين. وإلى اللقاء في أدوار أخرى أكثر إثارة. وإذا أعجبك
هذا الفيديو، من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.